السلام عليكم المجموعة المباركة، معكم أستاذ أمضى في القسم 40 سنة، وهذا العام سيحال على التقاعد من بعد ما غادي يكون استوفى 41 سنة في القسم خدمة للوطن ولأبناء الوطن بدون منا. غادي نجي من الاخر، انا كنتكلم بلسان المدرسين ديال المغرب كامل، 40 عام وانا فقير بسبب النظام الاساسي القديم اللي كانت فيه امتيازات تحيدت لنا في النظام الاساسي الجديد. اي سمع من سمع، 40 عام وانا فقير ولا فخر، ما كاينش الشهر اللي عمر بقات ليا فيه 4000 ريال في الشهر اللي داز. تكلموا بصدق، بلا زواق بلا نفاق بلا حتى حاجه. وزياده على هذا الشيء اللي قال هذا الاخ، هذا الله يجازيه بخير، هذه الامتيازات اللي تقلعت لينا بدم بارد. نجيو للخدمه ديال مؤسسه محمد السادس مثلا للاعمال الاجتماعيه. نجيو المسألة ديال الترفيع على وليدات رجال ونساء التعليم، شوها بكل المقاييس. قطاعات أخرى وما حسدناهمش، الله يزيدهم خير في خير، سولوهم على كيفاش كيدوزوا الكونجي ديالهم وكيفاش كتأثرهم الأعمال الاجتماعية ديال مؤسسة محمد السادس، وسولوا رجال التعليم. حنا في أحسن الأحوال كيعطيونا قسم في المدرسة العام كامل وحنا في القسم، ونمشيو تاني ندوزو العطله في القسم. شو الاهانه، شو الاهانه، شو الاهانه، شو الاهانه ديال رجل التعليم اللي عليه كل شيء، ورجل التعليم هو اللي غادي يلحق ما يسمى بالاصلاح للقسم. واش غادي يلحقوا للقسم وهو يا جاي كيسالوا مول الحانوت؟ ولده ممنوع من لابورس في الكليه، ولده ممنوع من ديك البطاقه ديال النقل في سميتو في الحافله، ولده ممنوع من كل شيء. وزيد هذا النظام الجديد، ما يسمى بالنظام الجديد اللي صادقوا عليه الان، يعني محاوله لتفقير هذه الاجيال اللي بدات دابا. تفقيرها عاوتاني واحد 40 عام ولا 50 عام ولا شنو كاين؟ علاش حتى ما نكونوش على قدم المساواه معاه؟ علاش ما نستافدوا حتى حنا من خيرات بلادنا بحال غيرنا؟ علاش؟ علاش زعما ملي كتلحق حتى لعند رجل التعليم؟ فلهذا كما قال هذا الاخ هذا اللي عقبت على الميساج ديالو، فعلا لا بد من بديل يدافع عن كرامة هيئة التدريس بصفة عامة وبطريقة وحدوية. لا فرق ما بين أستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، خليونا من هاد النعارات، خليونا من هاد النعارات. رحنا كاع كلنا عندنا نفس الشواهد، كنا عندنا نفس كذا كذا، وكنا كنضربوا تمارة، كنا ولكن رحنا كناكلوا في العصا. أنا اللي كندوي معكم كنشري الطباشير من جيبي، واش واحد في قطاع اخر كيمشي للخدمه ديالو كيخلص المازوت من جيبو؟ علاش انا نشري الطباشير من جيبي؟ علاش نشري ستيلو باش نكتب في السبوره من جيبي؟ علاش؟ واللائحه طويله. علاش حنا ما يفرحوناش في العيد من خيرات بلادنا؟ الناس كيتسناو 13 موا. علاش علاش ما كيتسوا حنا مالنا حنا؟ كيفاش حنا هما اللي نتساهلوا هذا الشيء؟ حنا الاولين. وعاد جا النظام الجديد اللي يجهز على كل المكتسبات اللي كانت. بغيتو تدربو ورا داك لوريشيل ديال الابتدائي، هذاك لوريشيل يعني على الى يكون الناس ما عارفينش، راه من خلال ما فهمنا راه كيدوز الانسان لوريشيل وكيتمحاو ليه الرتب السابقه كامله، كيبدا ازيرو، وانت غادي يوصل لوريشيل تيشيب حتى لمرحله المرض حتى لمرحله الفقر تاع بصح. فلهذا لابد باش يتحدد الملف المطلبي، والناس اللي بغا يكونوا قدامنا سايقين التنسيقيه خصنا نعرفهم شكون، مع كامل احترامنا لجميع رجال ونساء التعليم. وهذه المسائل اللي هي في العالم الافتراضي في الفيس ولا في الواتساب راه ما خداماش. نعم نتلاقاو في هذا العالم، ولكن نتلاقاو حضوريا ونشوفوا شكون اللي يمثلنا. واش كل اللي يمثلنا سيدي؟ شكون اللي يمثلنا؟ ماشي على اللي جا ثاني بدا نشوفوا شكون اللي يمثلنا، نعرفوا السيره الذاتيه ديالو، التوجه ديالو، كيفاش علاقته بالوطن، كيفاش علاقته بالميناء ديالو،
ما يكونش هو مجرتلو وبغى يمثل الناس نزاهه احرار. انا كنتكلم بغيره، علاش؟ لان هذا الميدان هذا انا احبه، احببته القسم 40 عام، والا انا كنت راه درت قطاع اخر، فمشيت انا الاداره مشيت لهذه، ولكن انا احب القسم 41 عام الحمد لله وانا فقير. فهذا النظام الاساسي الجديد سيؤطر وسينضر لفقر رجال ونساء التعليم ما شاء الله من العقود 40 عام اخرى ولا 50 عام. هذه هي الرساله بغيت. اضافه لذاك الشيء اللي قال هذا الاخ هذا، نزيدوا مطالب اخرى كانت تسهلوها، راه ماشي بغيت تفور عندنا بها شي واحد اخر، لاننا لا نزيد، ما كاينش واحد يزيد علينا في الوطن، نحن الذين نخدم الوطن، نحن الذين نبني الوطن. اسالوا سنغافوره، اسالوا اليابان، اسالوا شكون اللي وصل هالدول هذا الى مصاف الدول المتقدمه. رجل وامراه التعليم، احب من احب وكريه من كريه، بغى يسمع اللي بغى يسمع ولا ما بغاش ما يسمع خصو يسمع. نعم، وسامحوني طولت عليكم لانني بقيت تنسمع تنسمع تنسمع. ضروري ان الرساله اللي بنبلغ هو انني عشت فقيرا، راه ما كان كميره، ما كان سكر، ما كان ديت، وراه يلا مكافي مع السوق ومع الحانوت مع النظام الجديد، مع النظام الاساسي القديم. فما بالك بالنظام الاساسي الجديد اللي جردنا من كل شيء. تحياتي.